مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير سهلة وبسيطة وكتير طيبة وبتمنى تنال اعجابكم. حلو الكاستر مع التفاح والقرفة، حلو كتير طيبة ورائعة وسهلة وبسيطة وان شاء الله بتنال اعجابكم. بهيدا الشكل لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا تفاح، بدنا نقشر التفاحات. هلأ بدنا نقطع التفاح ونحطه بالمقلاي. بقطعهم مربعات بهذا الحجم. ملعقة طعم عصير حامض وبحركهم عشان بنخلطهم مع بعض عشان التفاح ما ياخد اللون البني يتبغ لونه. ضيف ملعقتين طعم سكر. قرفة كمان. ملعقة صغيرة حطينا قرفة. هلأ بحطهم على الغاز. حركهم مع بعض شوي. ضيف ملعقة طعم زبدة. كمان بحرك. عنا الزبدة تدوب. حلو كتير سهلة وبسيطة وكتير طيبة وعن جد ان شاء الله بتنال اعجابكم. بغطي المقلاي. بحركهم شوي وبرجع بغطي كمان المقلاي. بعد 5 دقايق استوى عنا التفاح وصار بهيدا الشكل. هلأ بنطفي الغاز. بنحط بالطنجرة حليب. حطينا 3 أكواب حليب. بنضيف فوق الحليب سكر. ملعقتين طعم سكر. كمان كاستر. ملعقة. حطينا ملعقتين طعم كاستر. خلطهم مع بعض. هلأ بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. هيدا الكاستر صار جاهز. هلأ بدنا نحط الكاستر بالكاسات أو بأكواب حيالله. بهيدي الطريقة نحط شوي كاستر. بسكوتي دايجاستيف. كاستر على الوجه.
اخر شي بنحط التفاح. هلا بس حط الكاستر برجع بحط التفاحات بهيدا الشكل. ممكن تستعملوا انتو البسكوت المتوفر عندكم، بسكوت الشاي ما في اي مشكلة. نفس الشي برجع بحط كاستر. بعد ما حطينا الكاستر بهيدا الشكل مع البسكوتات، هلا بدنا نحط خليط التفاح. بنحط التفاح فوق الكاستر. بس حطينا التفاح على الكاستر، هلا بحطهم بالبراد اقل شي نص ساعة. هيدا الكاستر بعد ما حطيته بالبراد ساعة. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.